التاني الذاتي بيشيله بونو المرة دي. كولوبالي ولا مين؟ بونو يعني بيشيل هدف من أصدقائه. مباراة جديدة قوية في دوري روشن السعودي، مباراة جبارة جديدة في دوري روشن السعودي ما بين متصدر الدوري ورابع الدوري، ما بين الهلال السعودي والتعاون السعودي. مباراة قوية جدا 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 ونتيجتها مهمة بشكل كبير، عالي قوي قوي قوي. الهلال السعودي لو فاز النهارده هيوصل للنقطة رقم 34 ويبقى في صدارة الدوري ويبتعد بعيد جدا 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 بصدارة الدوري. أما التعاون لو كسب النهارده هيبقى عنده 26 نقطة ويبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر السعودي اللي في المركز الثاني بنفس عدد نقاط التعاون لو كسب النهارده التعاون. ولكن هل الهلال يفرط في فوز النهارده ويخلي الصدارة لسه في الملعب، ولا ياخد الفوز وينفرد بعيدا بعيدا بصدارة الدوري السعودي؟ الهلال هيوصل للنقطة 35 ولا التعاون هيوصل للنقطة 26 في موقعة الليلة، موقعة جديدة من دوري روشن السعودي. والنهاردة رد فعل مصري مجنون على مباراة الهلال السعودي والتعاون السعودي، فيلا بينا مع بعض نتفرج على الماتش ونعمل رد فعل لذيذ كده. ولايكات بقى منكم وسبسكرايب في القناة، لو انت هلالي حط لايك وانزل اكتب في الكومنتات انا هلالي، ولو انت بتشجع اي فريق تاني من الدوري السعودي اعمل كده ولايك الفيديو وسبسكرايب في القناة. ويلا بينا على رد فعل مشجع مصر على مباراة الهلال والتعاون. فهد العتيبي على الفهد العتيبي على استاد الملك فهد وجماهير الهلال. ايه الجماهير الممتعه والجباره دي؟ ايه الجماهير اللي بالعدد الغزير دي في مباراه مهمه جدا زي مباراه الهلال والتعاون اللي انا زي ما قلت لك هتحدد بشكل كبير جدا الصداره وياخدها الهلال وينفرد بيها بعيد. كره عند التعاون على عند الناحيه اليسرى، عرضيه توصل يا رباه وفي ايد بونو. في الدقيقه الثانيه بونو ينقذ المرمى خدها في ايده. دقيقة 6 ولسه النتيجة 0-0 ولكن تقدم هلالي للأمام. كرة عرضية يا إلهي، الكرة اتلعبت جوه المنطقة 1-2 جميل، ولكن التسديدة تسديدة محمد كانو يشيلها الحارس وتطلع بره. كرة عظيمة، أول تهديد صريح من الهلال في الدقيقة الثامنة. النتيجة لسه ما زالت 0-0، لسه المباراة لسه الموقعة، ولكن الهلال بادئها بدري قوي، بادئها بدري قوي الهلال. نكمل المباراة. كرة نزلت وصلت هي عرضية. لا 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 لا، إيه الزعيم ده؟ إيه الهلال ده؟ إيه الهلال السعودي ده؟ كوره اتشالت من على خط المرمى، اتلعبت عرضيه جوه منطقه الجزاء، خدها عدى من الحارس وشاطها ومن على خط المرمى بيشيلها ده مدافع التعاون. النتيجه لسه 0-0 ولكن الهلال اقرب. في اول 10 دقائق هدفين محققين للهلال بيضيعوا، هتكمل على ايه المباراه؟ خلينا مع بعض، ده انا بقول لك لسه في البدايه، ده لسه اول 10 دقائق عزيزي المشاهد. ايوه متروفيتش مش هادئ خالص يا فهد العتيبي، والله عارفين ان متروفيتش مش هادئ وممكن يخطف اي وقت، عارفين ان متروفيتش مش هادي وممكن يخطف في اي وقت. كره للتعاون وتسديده بره 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 بره، تسديده وحشه قوي قوي قوي، ولكن الكره كان شكلها خطير، كان شكلها حلو، ولكن التسديده وحشه بره خارج مرمى بونو. لسه بونو لحد دلوقتي ما جاتلوش كره غير ليه، كانت في الدقيقه الثانيه. كرة عرضية متروفيتش، أخيرا الهلال بيسجل الدقيقة 37. متروفيتش يا رباه، عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء، نط جابها. شكلها فاول على متروفيتش، شكلها فاول على متروفيتش، النطة غلط، النطة وساند وراكب على المدافع، شكلها فاول. الحكم بيقول لك إيه؟ الحكم والفار فاول 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 فاول. أيوه بقول لك هو شكله طالع غلط على المدافع، فاول على متروفيتش والهدف اتلغى. كان في الدقيقة 37 هدف ملغي للهلال، ولكن شوط أول حتى الآن ممتاز جدا 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 من الهلال السعودي. يا ترى هيعملوا إيه في الشوط الثاني؟ ولكن الشوط الأول لسه ما خلصش، ناقص 6 دقايق عزيز. طيب عزيز مشاهد، عزيز متابع، الحكم المباراة بيطلق صافرته لإنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الهلال السعودي والتعاون السعودي في دوري روشن السعودي.
المباراة قوية جدا جدا جدا. في الشوط الأول الهلال قدم أداء عالي أوي أوي أوي، هجمات من اليمين وهجمات من الشمال، وهدف ملغي لمتروفيتش، وكرة في القائم من سالم الدوسري، وكرة اتشالت من على الخط. فده كله كان في الشوط الأول في أول 45 دقيقة بعنوان الزعيم يضيع ويهدر الفرص. ولكن هل الشوط الثاني التعاون يعاقب الهلال على ضياع الفرص، ولا بقى الهلال هيركزوا على اللمسة الأخيرة وينهوا هجماتهم بأهداف في الشوط الثاني؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الشوط الثاني. ولكن لايك في سبسكرايب في القناة، ويلا بينا نكمل رد الفعل. كرة عند التعاون وتسديدة في العارضة من فوق، لا ده لمسها بونو، الله يا بونو الله. أول تهديد من التعاون في الدقيقة 46، ده لسه أنا فاتح الكاميرا بقول بسم الله على الشوط الثاني، ده كان شكله هيبقى شوط ناري، شكله التعاون هيعمل حاجة. أدي أول كرة بيشيلها بونو، بونو بونو جامد، بونو من الحراس اللي عندهم رد فعل عالية أوي 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 أوي. يا الله يا بونو الله، كرة خطيرة، كان هيبقى هدف ذاتي لمحمد كانو، كانه مهاجم التعاون محمد كانو، وبيحطها وبيشيلها بونو. شالها ازاي بونو؟ شالها ازاي وتعامل معاها ازاي بونو؟ انت عملت ايه يا بونو؟ يا رب على ردة الفعل، يا رب مجنون بونو والله، والله واقف ومركز ومجنون. هدف اول بيضيع وكان هيبقى هدف ذاتي كمان. يا راجل شوف ايه اللي بيحصل في المباراة دي، مباراة نارية. والدقيقة معانا 48 وادينا هنكمل. كرة عند الدوسري وعرضية ولكن بره بره بره، ووحشة قوي الرأسية متروفيتش. متروفيتش عايز ياخد أي كرة عالية. التاني الذاتي بيشيله بونو، المرة دي كولوبالي ولا مين؟ بونو يعني بيشيل هدف من أصدقائه، بونو بيتصدى من أصدقائه المدافعين. يا رب يا بونو شلتها ازاي يا راجل؟ التانية على التوالي من أصدقائه المدافعين. يا رب يا بونو، لا 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 لا، بونو خطير، بونو عالي، بونو في حتة تانية بكل المقاييس. بونو بيشيل كور ما تتشالش أصلا من المهاجمين، ما بالك بقى بيشيلها من المدافعين أصدقائه. ضربة حرة والدقيقة 80 تتلعب في الـ80، في الدقيقة 80 بيسجلها متروفيتش، بيسجل متروفيتش أخطر لاعب للهلال. مترو 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 بيسجل الأول في الدقيقة 80. يا راجل شوف نطلها ازاي، شوف نزلها لتحت ازاي وحطها ما بين أقدام الحارس براسه كمان. شوف متروفيتش بيعمل ايه، ولكن الحكم بيقول لك ايه، شكلها فيها فار، ولكن اللعيبة تحتفل ومتروفيتش يحتفل ومتروفيتش مع الجمهور. شوف متروفيتش الهدف الأول الدقيقة 80، هل يبقى فيها تعادل ولا هتخلص المباراة على كده؟ ولكن مباراة بنسبة 90% فهي مباراة نارية 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 نارية. متروفيتش يتقدم للهلال في الدقيقة 80 ومع الجمهور. متروفيتش يا الله يا راجل، ايه المتعة دي يا راجل؟ 1-0 للهلال والحكم حسب الهدف. فيلا بينا نكمل رد الفعل. 1-0 لسه ناقص 10 دقايق، ممكن التعاون يتعادل، فهنكمل مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. الدقيقة 8 وضربة حرة مباشرة للهلال السعودي من مكان شبه خطير، ولكن اللعيبة متلمية على الكورة وسابوها للاعب واحد هو اللي هيسدد. ما هو حطها كانه حطها بشكل خرافي. يا رب في التسعين، في التسعين مين اللي يجيبها؟ مين الحارس اللي يجيبها؟ كانه حط واحده في بونو براسيه ولكن شالها بونو. المره دي ضربه حره مباشره وحطها له في السوكه في التسعين. عزيزي مين اللي يجيبها؟ ولا بونو ولا حارس التعاون. مين اللي يجيبها لو ما كانتش طلعت بره؟ كانت هي كده كده عنوانها في المرمى. كانه بيسجل التاني وبينهي المباراه تماما. جون عالمي عالمي عالمي، هدف عالمي من محمد كانو يسجل الثاني للهلال. عزيزي 2-0 للهلال، وخلاص الحكم شكله هيصفر، وخلاص الليله زرقاء. يا ليله يا ليله زرقاء، وبالفعل عزيزي الليله زرقاء والهلال بيكسب على التعاون 2-0 وبيعزز الصداره وبياخدها وبيطير بيها بعيد عن اقرب منافسيه النصر السعودي. ولكن الهلال النهارده عمل مباراه رائعه جدا، مباراه قويه جدا جدا جدا، وكانو كان هيتسبب في هدف ذاتي على فريقه، جاب هدف
هدف عالمي في الدقيقة 98 من ركلة حرة وحطها في المقص، وميتروفيتش هو اللي تقدم للهلال في الدقيقة 80. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، ده كان رد فعل على مباراة الهلال السعودي والتعاون السعودي في دوري الروشن السعودي اللي كسب فيها الهلال بهدفين مقابل شيء. لو عجبك الفيديو بتاعنا خش خد لك لفة في القناة واعمل سبسكرايب في القناة ولايك الفيديو. دمتم في أمان الله.